ايه ده، هو انت معاك مسدس؟ اه ده المسدس بتاعي. مالك؟ لا بس ما كنتش عارف انك شايل مسدس. لا ده مرخص ما تخافيش، وبعدين انا متعود اخده معايا في السفر. هو ما انا بخش الحمام اظبط كده وبعدين اجيلك. اوكي. شادي، أنا مع شقي دلوقتي مش عارفة أعمل إيه. اهدي يا نادين اهدي، ابعتي لنا اللوكيشن، ابعتي دلوقتي حالا. طيب أوكي. بعتت اللوكيشن. ابعتهولي وأنا هبعت قوة على هناك حالا. نادين أنا بفكر نمشي من هنا. ليه ده؟ أنا حتى كنت اتعودت على المكان. راح فين يا نادين؟ كنت نازلة أشم شوية هوا. مالك؟ مفيش. مفيش يا أبو وردة. على فكرة أنا كنت هقولك، أنا جايبك مخصوص عشان أقولك. أنت هتقولي ولا جايبني عشان أحصل سمير؟ أنا ما قتلتش سمير. أه كنت أعرفه وكنت بقابله بس ما قتلتوش. هل كنت بتقابله ليه؟ كان بيسرب لي كل المعلومات عن الاوتيل بتاعك. كنت عايز افهم كل كبيره وكل صغيره عشان لما اتفاوض معاك ابقى فاهم. كده كده الاوتيل بتاعك هيقع وانا عايز اشتريه، وبعد المصايب اللي حصلت فيه اكيد هيرخص. عايز اصدقك؟ طب لو انت بتقوله ده حقيقي كدبت عليا ليه وعلى البوليس؟ طب ما انت كدبت عليا وعلى البوليس بخصوص موضوع الجثه. أنا جاي بقى النهاردة عشان نتفق، أقولك إن أنا بوردة وأشوف هنتصرف إزاي.